المسلم هو سفير في هذه البلاد، سفير بأخلاقه، سفير بمعاملاته، سفير بحاله، سفير بأدبه، سفير بمواقفه. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام يرتقي بعقول أبنائه ليتأملوا في كونه المنظور ويتدبروا في كتابه المسطور فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالمؤمن يتأمل في كون الله المنظور ويتدبر في كتابه المسطور القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمم تبنى بالعمل والإتقان والاستقاء والنصيحة والإخلاص لحب الأوطان. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام هو دين الإيجابية والحوار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاور الأمم في ملوكها ووزرائها وشعوبها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد الأمثل والمعلم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا نصفو دائما إلى التفاعل والتعايش الذي يخدم الأهداف الإنسانية ويحقق المصلحة العليا في حياة البشر. إن العالم في احتياج إلى مزيد من السلم والعيش المشترك والأمن الحياتي. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام هو دين الإيجابية والمشاركة والأمن والأمان والتيسير والبر والإحسان وإحياء روح الأخوة الإنسانية والخروج من دائرة الصراعات إلى طاولة الحوارات. إن الإسلام إخوة الإسلام، إن الإسلام بريء ممن يعتدي على النفس الإنسانية بغير حق، وبريء ممن اعتدى على حرم